الآن. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو المجيدة ضربت مثالاً على وعي الشعب المصري العظيم. وأضاف السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الثورة ضربت أيضاً مثالاً في رغبة الشعب المصري الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة. أجرى قداسة البابا تواطرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية اتصالاً هاتفياً بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب للاطمئنان على صحته، وكان فضيلته قد عاد إلى أرض الوطن مساء السبت الماضي، وذلك بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا أجرى خلالها شيخ الأزهر بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين له، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعثة البنك الدولي المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، وذلك في ضوء إصدار البنك تقريراً سنوياً بشأن سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال. وخلال الاجتماع طالب مدبولي وفد البنك موافاته بنتائج التقييم في ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد والخدمات والتيسيرات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين في ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها. أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بجداول التشغيل اليومية، وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قررت غلق جميع منافذ الحجز الخارجية بدءا من اليوم الثلاثاء وقصر الحجز لخطوط الصعيد لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات حتى عيد الأضحى. دولياً أكد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خنزادي أن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية. هذا ويحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، حيث يمتلك الأسطول الإيراني 348 قطعة بحرية ويتألف من سفن وغواصات وطيران ودفاع ساحلي. وتمتلك إيران رابع أضخم أسطول حربي في العالم من حيث عدد وحداتها الحربية. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم. وأضاف بومبيو أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، موضحا أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف. أعلن المكتب الرئاسي في سول أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيزور كوريا الجنوبية اليوم وغدا. هذا وتعتبر زيارة بولتون بمفرده للبلاد هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب في مارس العام الماضي. تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوغار وباكتيكا. وأوضحت مصادر أفغانية أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة بول العلم في لوغار، مضيفة أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، وقتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيكا، ودمرت القوات الخاصة مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية. وإلى أخبار الرياضة، يلتقي منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الكاميروني في إطار ثالث لقاءاته بالبطولة الأفريقية بتونس
حيث يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم كل من الكاميرون والمغرب وبوروندي والكونغو. وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد حقق فوزه الثاني ببطولة إفريقيا على نظيره البوروندي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الثانية بالبطولة في تونس. وفي هذه الأثناء يلتقي برشلونة الإسباني فريق تشيلسي على ملعب سايتاما في اليابان، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس راكوتين الودية. هذا ويفتقد تشيلسي لجهود لاعب الوسط نجولو كانتي بعدما تعرض لانتكاسة قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، ويعاني من تكرار إصابة الركبة التي ضربته في مايو الماضي.